الكثبان الرملية. تعد ظاهرة الكثبان الرملية أكثر الظاهرات الجيومورفولوجية انتشارا في كل صحاري العالم، فنجد أن المسافر عبر الصحراء كثيرا ما يرى هذه الكثبان الرملية منتشرة بشكل كثيف، ونجد أن العامل الرئيسي في نشأتها وتكوينها هو التعرية الهوائية بكافة عملياتها، سواء عملية النحت أو عملية النقل أو عملية التزريع والإرساب. كل هذه العمليات تعد أساسا في نشأة وتكوين الكثبان الرملية بمختلف أنواعها. ويطلق سكان الصحاري على الكثبان الرملية العديد من المسميات، تتعدد هذه المسميات حسب شكل الكثيب الرملي، ومن أهم هذه المسميات مسمى القرن والذراع والزمول والغرود والبرخانات. والكثبان الرملية مصطلح عام يطلق على التلال أو السلاسل الرملية التي تراكمت وتكونت بفعل حركة الرياح على السطوح الرملية الجافة والمفككة. يتكون الكثيب الرملي من خلال عملية نقل الرياح للرواسب الرملية، وبعد أن تضعف الرياح وتصبح غير قادرة على نقل وحمل هذه الرواسب الرملية إلى أماكن أبعد من ذلك، تبدأ الرياح بإلقاء حمولتها وترسيب الرمال التي كانت تحملها. ونتيجة لتكرار عملية نقل الرواسب الرملية ثم إرسابها، تتكون الكومات الرملية كشكل أولي للكثبان الرملية. ثم بعد ذلك تقوم الرياح بتشكيل هذه الكومات، ويظهر لنا بعد ذلك أنواع الكثبان الرملية المتعددة. فنجد الكثبان الرملية الطولية، والكثبان الرملية العرضية، والكثبان الهلالية، والكثبان النجمية.